لقد وصلتني العديد والعديد من الرسائل منكم يا جيكسو تطالبون بردة فعل على تريلر مورتال كومبات 1 الجديد. حكيتوا لي حسان اللي شفناه قبل كوم وهذا التريلر كوم تاني، فطبعا أنا الفضول عندي صار مليون وبدنا نشوف هالفيديو. طبعا عشان نشوف هالفيديو لازم أنا أبين يعني كيف ردة فعل بدون ما أبين؟ هيني شرفت جيكس لا تنسوا اللايك يا حلوين يا طعمين، لا تنسوا اللايك وخلينا نشوف شو قصة هالتريلر. أنا شايف تريلر مدته 3 دقايق فلتس جو مان. The Lin Kuei is a centuries-old clan dedicated to Earthrealm's defense. I will need your help. The fate of the realms may depend on it. I will emerge victorious. We defending Earth. When we could help lead it. استنى Sub-Zero. استنى. أنا بحب هذه العجقات، أوكي هو إشي سينيماتيك بس دوبني في غرامه سكوربيون لما دوب السيف. شيش سكوربيون. We'll emerge victorious. We will emerge victorious. We settle for defending Earth Realm when we could help lead it. والله سب زيرو وسكوربيون مع بعض. نايس. نايس. Where there's smoke, there's fire. Oh, smoke. I'm with you. We may not share blood, but we are brothers. Smoke. هذا جديد في ال. في اللعبة يعني ما عرضوا قبل. اوه هذا سايركس الروبوت الاصفر. ويت هذا جيم بلاي. ويت استنى ولك هذا جيم بلاي، هذا الكومبو المزدوج جيم بلاي. ها في كومبوهات مزدوجة بين الشخصية الرئيسية والكاميو. سايركس موجود الروبوت الأصفر. ها شي هالضربة. ها استنى ولا شخصية سموك رهيبة. أنا استنى جاي أنا بتذكر سموك كان روبوت بس حاليا جايبينه نينجا. عيد عيد اتس اوكي عيد عيد. نايس واو هذا جيم بلاي هذا كومبو. We'll achieve greatness. We can't abandon tradition. The Lin Kuei, we have been expecting. أما هي شكلها رح تكون heavy من ناحية القصة. أوه سيكتور الروبوت الأحمر سيكتور أبو الصواريخ. كومبو. What? قلب ثور. مين هذا؟ رين؟ هذا رين؟ رين كان نينجا أحمر. نينجا يا أحمر يا بنفسجي. رين تبع المي والمطر. والله مغيرين أشكالهم نفس الأسماء بس مغيرين الأشكال. عامل زي علاء الدين.
شو استنى عدلي الكومبو قبل رين، عدلي كومبو سموك وسيكتور. شيش كباب. وال هاي رهيبة. Liu Kang sent you to learn our secrets. Rain will fall upon you like daggers from the sky. أيوة. قلب أفاتار. شو اسمه قصدي؟ مش أفاتار. نسيت. إيربندر. Oh my فنونس. سكوربيت. او فروست. او ما كمل الكومبو. لين كويز فليم از نوت ايزلي سمذرد. هاي فيتاليتي، هاي الفتاله الكلاسيكيه، نفخه النار مع الانفجار. لا استنى. انا مستنيك انت تشانغ سونغ. تشانغ سونغ من أحلى الشخصيات. تشانغ سونغ كلاسيكي خرافي. شو هاد؟ معكم كل الحق. هذا التريلر. هذا التريلر غير. احنا شفنا تريلرات جيم بلاي مع قصة مع اشي قبل وتحمسنا، ربنا الله تحمسنا. مورتال كومبات يعني مش مقصرة ابدا نذر ريل معها. بس هذا عرضوا كأنه ثلاث شخصيات جديدة. ما شفنا فروست قبل، ولا شفنا سموك، ولا شفنا رين. وهذا اشي ببشر بالخير انه رح تيجي شخصيات قديمة في هاللعبة الجديدة. موضوع الكومبو اللي بين الشخصية الرئيسية والكامية وهذا دام. هو اصلا خاصية الاكس راي هاي، اللي هو لما تضرب حدا يبين عظمه مش عارف ايش، هادي ابدعت فيها نذرن في مورتال كومبات. يعني ميزتها كتير فوق ما هي مميزة اللعبة. وحاليا صرت تقدر تعمل هذا الكومبو مع الشخصية الكاميو. سايراكس وسيكتور موجودين. انا متحمس على الاخر. وبعدين شكلها، انا عم بكلج كتير، شكله ايه نذر التكليج ما على عجقة. هلا شكله استوديو نذر رلم مركز على موضوع القصة جدا. يعني لاحظوا هم في كل تريلر جيم بلاي في قصة، يعني جايبين لك تريلر قصة. وهذا اشي ببشر بالخير، لانه حلو هيك تكون في قصة جميلة في لعبة زي مورتال كومبات. أنا حسب ما فهمت إنه الأحداث بتجري بعد أحداث 11. حاليا لو كان هو سيد، خلينا نقول سيد عالم الأرض. وهلأ سب زيرو حكى لسكوربيون بقول له ليش إحنا دائما ماخدين موقف دفاعي، خلينا ناخد يعني بدل موقف الدفاعي ناخد موقف قيادي، إنه نخلي عالم الأرض هو العالم القيادي. هيك سب زيرو بيحكي لسكوربيون. واو والله أعلم شو في شخصيات تانية. أنا أتمنى مين يكون فيه. أنا تقريبا اللي بحبهم موجودين، تشانغ سونغ بحبهم كتير، يعني تشانغ سونغ، كينشي، أنا بحب سندل أم شعر طويل، بحب سندل، بحب إيرماك. You are many, we are but one. قصدي لأ، we are many, you are but one. بحب جملته هاي إيرماك، إنه إنت، لأنه إحنا كتير، بحكي على حاله، ما هو كله أرواح.
إحنا كتير، أنت واحد. We are many, you are but one. بحب هاي الجملة من إيرماك، بس ما أظنش يكون موجود. إن شاء الله يكون موجود، خرافي إيرماك. إيرماك، كينشي، سندل، الأغلب اللي بحبهم موجودين. هم أغلب الكلاسيك رح يكونوا موجودين، وعم بيجيبوا ناس قدام. رين، سموك، شيش. أنا انعجقت، أنا انعجقت. مورتال كومبات توب 1 بالنسبة لي من ناحية ألعاب القتال. أنا متحمسة على الآخر. 19-9 هي إيش من الآخر. أصحاب الجميلين، احنا وصلنا لنهاية ردة الفعل. شكرا لكم نبهتونا على الموضوع. إن شاء الله لما تنزل لعبة بنلعبها ونستمتع فيها بإذن الله. لا تنسوا تشتركوا في قناة التانية Geeks Stream. هي الرابط تبعها موجود في صندوق الوصف. عم بحكي وعم بشوف التريلر في مخي. هي رابط القناة في صندوق الوصف. إن شاء الله لما تنزل رح نلعبها هناك. أنا متحمس جدا. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة يا حلوين. أنا بتشكركم كتير للمتابعة، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.